تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشطية من وضع حد لنشاط ثلاثيني يقوم بطرح وتداول أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية مع حجز أجهزة الإعلام الآلي وأوراق معدة للطبع، فضلا عن مبلغ مالي مزور بقيمة 14,000 دينار جزائري. جاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات مؤكدة مفادها وجود شخص على متن سيارته السياحية يقوم بطرح وتداول أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري على أصحاب المحلات التجارية بعد اقتناء سلع متنوعة.